أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم ومواقع الأخبار، ولكن البداية بالعناوين. النيابة تستدعي أطباء في مستشفى الثورة طالبوا برواتبهم. دور لتوزيع الصحف في اليمن تتحول إلى مراكز لتوزيع المياه. وفي الأخبار الأكثر قراءة، حكم على 3 أشخاص بتنظيف أكبر حدائق الحيوانات في دبي. أهلا بكم. أفرجت جماعة الحوثي عن الصحفي كمال الشاوش بعد اختطافه لمدة 3 أيام في سجون الحوثي بمدينة الحديدة وفقا لموقع المشاهد نت. فقد اختطفت جماعة الحوثي كمال الشاوش برفقة 3 من أصدقائه أثناء قيامهم بتصوير فيلم إنساني بكلية الآداب بجامعة الحديدة. المفرج عنه قال إن مسلحين من جماعة الحوثي اختطفته أثناء قيامه بتصوير فيلم إنساني بكلية الآداب بجامعة الحديدة وأخذهم طقم تابع لجماعة الحوثي، وأضاف أنهم قاموا بالتحقيق معه، وعندما عرفوا أنه تصوير لفيلم إنساني استجوبوه مع رفاقه وسألوه لماذا يكتبون ضد الحوثي، وبعد المتابعة من قبل عدد من الشخصيات أفرج عنه برفقة 2 من أصدقائه فيما لا يزال أحدهم في السجن. في تقريره عن المختطفين لدى ميليشيا الحوثي عنون موقع الصحوة نت: الميليشيا تتاجر بالمختطفين في سجونها وتبتزهم بدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تتخذ من المختطفين والأسرى لديها في مدينة ذمار مشاريع استثمارية تجني من ورائهم مئات الآلاف من الريالات مقابل الإفراج عنهم. وبحسب مصادر مؤكدة للصحوة نت، فإن أحد القيادات الأمنية التابعة للميليشيات في مدينة ذمار والمكنى أبو جهاد يقوم بمساومة وابتزاز المختطفين في السجون وابتزاز أهاليهم مئات الآلاف مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. قال أحد الضحايا الذين تم الإفراج عنهم من سجون الميليشيا في المدينة أن جماعة الحوثي والمخلوع أجبرت أهله على دفع أكثر من 600,000 ريال يمني مقابل الإفراج عنه في موعد محدد، لكنه لم يتم ذلك إلا بعد عدة أسابيع. رهان خاسر يكشف عن ساق هشة وتفكير مغلق على مشروع غرائبي يستلهم رداءة القوة المتعالية على إرادة الناس وعلى تطلعهم إلى سلام دائم ومستقر والمستهترة بمعاناتهم. هذا جزء من المقال الذي كتبه ياسين سعيد نعمان ونشره موقع الموقع بوست، وقال فيه: تصطدم جهود العودة إلى المسار السياسي بالتقديرات الخاطئة للانقلابيين عن أن تفاقم الوضع الإنساني الخطير الذي وصل إليه اليمن سيدفع المجتمع الدولي إلى فرض الحل الذي يعفيهم من سحب ميليشياتهم وتسليم السلاح والقبول في نهاية المطاف بالوقائع التي أنتجها الانقلاب على الأرض. لذلك فإن خيار استمرار الحرب بالنسبة لهم هو الخيار الأمثل، لأنه يضاعف المأساة والمعاناة اللتان تولدان مناخا للتسوية تتناسب مع شروطهم كما يعتقدون. ما يرفع من هاجس التسوية لدى الانقلابيين على هذا النحو هو أن كثيرا من المنظمات الإنسانية تركز على الجانب الإنساني في هذه العملية المعقدة ولا تهتم بأصل المشكلة التي أدت من ثم إلى الحرب وإلى هذه الكارثة، فهي تتحرك في إطار النتائج لأن ما عدا ذلك لا يعنيها، فما يعنيها هو الجانب الإنساني. أما الدوائر السياسية التي يجب أن تتحرك لحل المشكلة منطلقة من جذر هذه المشكلة فهي تتعرض لضغوط مجتمعية هائلة بسبب التأثير الذي تمارسه المنظمات الإنسانية على وعي المجتمع الذي يتحول إلى ضغوط شعبية على هذه الدوائر. يتحرك الإنقلابيون اليوم على أكثر من صعيد بغطاء مستعار من تجويف تناولات خرقاء لصراعات تاريخية سبق أن حسمت أمرها في نطاقها الزماني والمكاني لتوظيف الكارثة التي انتجوها بانقلابهم الدموي
على الشرعية الدستورية وعلى العملية السياسية التاريخية التي رسمت خارطة الانتقال إلى الدولة المدنية، وذلك لتسويق مشروعهم الانقسامي البديل لدولة المواطنة. موقع الاشتراكي نت في صفحته الرئيسية عنوان: النيابة تستدعي أطباء في مستشفى الثورة طلبوا برواتبهم. قال الموقع: استدعت النيابة 4 أطباء من مستشفى الثورة العام للتحقيق معهم بشأن شكوى من مدير عام الهيئة بمستشفى الثورة المعين من قبل ميليشيات صالح والحوثي محمد المنصور. وقال مصدر في المستشفى للاشتراكي نت إن المنصور هدد الأطباء والممرضين بوسائل العنف، كما وجه لهم ألفاظا سيئة على خلفية مطالبتهم بالمرتبات المنقطعة منذ 6 أشهر. وإلى موقع 26 سبتمبر والذي عنون في صفحته الرئيسية: تفوق يمني في الكليات العسكرية الكويتية. قال الموقع إن دولة الكويت شهدت تخرج دفعة عسكرية من كلية الصباح العسكرية الأسبوع الماضي، وقد توج الطالب خليل مقراض ب3 جوائز لحصوله على المركز الأول من بين جميع الطلاب الكويتيين والوافدين، وحصل أيضا على المرتبة الأولى في التربية البدنية. كما حصل الطالب اليمني حسين التاج على المرتبة الأولى في الدفعة العسكرية التي تخرجت الأربعاء من كلية الشرطة بدولة الكويت، إلى جانب طلاب يمنيين آخرين حصلوا على مراتب متميزة. يقول الموقع إن أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح كرم الخريجين من الكليتين، وفي مقدمتهم الطلاب اليمنيون الذين حصدوا المراتب الأولى بكل جدارة. الجيوش الصغيرة والحروب منخفضة المستوى. تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله المنشور في العربي الجديد وقال في أجزاء منه: في إيران أنشأ النظام قوات موازية للجيش النظامي باسم الحرس الثوري لتكليفه بمهام خاصة داخل الحدود وخارجها. أما في العراق فكان المشهد مختلفا بعد انتهاء عملية الغزو الأمريكي في العام 2013 والحرب عالية المستوى التي شنتها الولايات المتحدة، وانتهت بسقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق في أقل من 3 أسابيع، وما أعقب ذلك من حل الجيش العراقي النظامي. ولم تتجاوز الخسائر الأمريكية خلال عملية الغزو 10 من العسكريين، ثم ظهرت على الساحة العراقية 10 الجيوش الصغيرة ذات التوجهات الطائفية المختلفة. وعمت ظاهرة الجيوش الصغيرة منطقة الشرق الأوسط تحت شعارات طائفية وقومية عديدة، وانتشرت الحروب منخفضة المستوى التي أثارت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وجاء تصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل أمام الكونغرس بشأن استراتيجية بقاء قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد معركة الموصل، إنها لن تقل عن 5 سنوات، ما يعني قناعة أمريكا أن استعادة الموصل في العراق واستعادة الرقة في سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية داعش لا يعني زوال خطر الجيوش الصغيرة وقدرتها على شن الحروب ذات المستوى المنخفض في العراق وسوريا، بل ستبقى سنوات. وأيضا استمرار هذا الشكل من الحروب في المنطقة وما يترتب على ذلك من استمرار حالة الفوضى اللاخلاقة وما قد يمثله ذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار والسلم والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في أحد أخباره: مقتل طفل برصاص وإصابة آخر برصاص طفل عن طريق الخطأ في صعدة. قال سكان محليون للمصدر أونلاين إن الطفل عبد الكريم أحمد حسين لقي مصرعه على يد ابن خالته بالخطأ، وجرح طفل ثالث هو أيضا قريب لهم أثناء عبثهم بالسلاح. يتابع الموقع: زادت ظاهرة القتل الخطأ بين الأطفال في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وذلك بسبب انتشار الأسلحة بين الأطفال، ويعود ذلك لتوزيع الحوثيين الأسلحة بين الأطفال لكسب ودهم ومن ثم الزج بهم في الجبهات. وإلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: مسلحون يختطفون رجل أعمال من متجره بالشيخ عثمان. قال الموقع إن مسلحين مجهولين اختطفوا رجل أعمال بعدن واقتادوه إلى جهة غير معلومة،
ونقلا عن مصدر محلي تحدث للمواقع الإخبارية فإن مسلحين مجهولين داهموا محلات تجارية يملكها رجل الأعمال طاهر غالب في حي الشيخ عثمان بعدن، واختطفوا رجل الأعمال تحت تهديد السلاح واقتادوه إلى جهة غير معلومة. يتابع الموقع أن أسرة المختطف لم تلقى تجاوبا بعد أن أبلغت الشرطة وإدارة الأمن، وتزايدت حوادث الانفلات الأمني في عدن مؤخرا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعنون صحيفة العربي الجديد: المفاوضات اليمنية، اجتماع لندن بلا نتائج والملف إلى واشنطن. وتقول في التفاصيل: لم يخرج الاجتماع الخماسي الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين الماضي بنتائج واضحة حتى اليوم، فيما بدا أن ملف اليمن انتقل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شهدت لقاء بين ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكذلك شهدت واشنطن لقاء بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أطلق تصريحات من فرنسا الثلاثاء الماضي مفادها ألا جديدة بشأن خطط السلام. وكانت الأنظار اليمنية تتجه مطلع الأسبوع الجاري إلى اجتماع لندن الخماسي الذي ضم دول الرباعية وهي أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى سلطنة عمان، إلا أنه ووفق ما أفادت مصادر سياسية يمنية للعربي الجديد لم يخرج المشاركون ببيان واضح يحدد مخرجات الاجتماع والذي انعقد على مستوى سفراء هذه الدول بعد أن كان من المقرر أن ينعقد على مستوى وزراء الخارجية. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: 250 ألف لغم حوثي مزروع في مناطق مأهولة بالسكان، حيث كشف نائب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر عن قيام ميليشيات صالح والحوثي بزرع أكثر من 250 ألف لغم في مناطق مأهولة بالسكان بعدة محافظات خلال الحرب المستمرة في البلاد. وقال عسكر خلال لقائه الوفد المرافق له في جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: لم تكتفي الميليشيات بحربها الظالمة على اليمنيين، بل تجاوزت كل القوانين الدولية لحقوق الإنسان بمصادرة ونهب المساعدات الإغاثية وحرمان الفقراء من الحصول عليها. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت: هادي يشدد على رفع الجاهزية في معركة الأرض والعرض. تقول الصحيفة في التفاصيل: وجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي هيئة أركان الجيش والقيادات العسكرية الميدانية بتوحيد الطاقات والجهود ورفع الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية والروح المعنوية لدى المقاتلين، مشددا لدى لقائه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي على ضرورة الانتصار في معركة الأرض والعرض ووضع حد لغطرسة الميليشيات الانقلابية التي دمرت البلد. قرعت الأمم المتحدة جرس الإنذار حول كابوس المجاعة التي تهدد حياة نحو 20 مليون إنسان في اليمن وثلاث دول أفريقية هي الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، والذين باتوا يواجهون كارثة إنسانية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. ولكن ذلك لن يكون كافيا من دون جهد دولي جماعي لمنع وقوعها، هكذا يبدأ يونس السيد مقاله المنشور في صحيفة الخليج. مؤشرات الكارثة كانت موجودة وقائمة بالفعل قبل أن تكشفها الأمم المتحدة على الملأ، ولقد تحدثت الكثير من التقارير التي صدرت عن منظمات دولية عديدة
بينها اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها عن شبح المجاعة التي تعصف بهذه الدول خصوصا في اليمن من دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة من جانب المجتمع الدولي. الأمم المتحدة دعت إلى جهد دولي منسق وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 4.4 مليار دولار لتدارك هذه الأزمة الإنسانية قبل أن تتفاقم الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة. هناك قواسم مشتركة بين الدول المعرضة للمجاعة، فهي كلها تعاني من الصراعات والحروب وانعدام التنمية إلى جانب عوامل طبيعية كالجفاف. في اليمن هناك نحو 7 ملايين إنسان يعانون الجوع، بينما يوجد 18.8 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، والأمر مرشح للتفاقم جراء استمرار الحرب وحركة النزوح وانهيار القطاع الزراعي والنظام الصحي. الصورة التي ترسمها الأمم المتحدة قائمة بالفعل في ظل مشهد عالمي سريالي يتقاسمه فقراء العالم ما لم يكن هناك جهد جماعي عالمي منسق لإبعاد شبح المجاعة عن هذه البلدان، مع أن ذلك لن يحل الأزمة بالتأكيد طالما لم يتوقف الحرب والصراعات، وطالما لم يتم توفير الاستقرار والأمن لفتح آفاق التنمية والتطور الطبيعي أمام شعوب تلك البلدان. وإلى صحيفة القدس العربي والتي قالت في أحد موضوعاتها عن الإعلام: الحرب تحول دور توزيع الصحف في اليمن إلى مراكز لتوزيع المياه. قالت الصحيفة: لم يتوقع علي غيلان والذي كانت داره تحتكر قبل الحرب في اليمن توزيع نحو 80 إصدارا صحفيا عربيا وأجنبيا أن يتوقف نشاطه تماما وأن يضطر لتسريح عماله والتحول إلى توزيع المواد الغذائية والمياه المعدنية. يقول مدير الدار العربية للتوزيع في صنعاء متحدثا للقدس العربي: لقد عجزنا عن تحصيل مديونية معظم الموزعين والأكشاك في المحافظات بسبب الحرب ما ألحق بنا خسائر، مضيفا أنه ونتيجة توقف وصول الإصدارات العربية والأجنبية فقد توقف نشاطنا تماما، كما أن تعويلنا على انفراج قريب في البلد جعلنا ننفق كل ما نملك كل ما كنا ادخرناه لنجد أنفسنا في وضع لا نحسد عليه. وعن أنشطته في المرحلة الحالية قال: لم يكن أمامنا سوى الانتقال مضطرين إلى مجال آخر وهو توزيع المواد الغذائية والمياه ونقل طلاب المدارس كعمل مؤقت حتى ينفرج الوضع ونستأنف التوزيع الصحفي، خصوصا وأن تأميناتنا ما زالت لدى دور الصحافة في لندن والقاهرة والرياض ودبي وغيرها. ومن الأخبار العالمية في صحيفة الحياة، الكاميرون قالت إن قوات من دول عدة في غرب أفريقيا حررت 5000 شخص كانت جماعة بوكو حرام المتشددة تحتجزهم في قاعدة تسيطر عليها. وزير الاتصالات الكاميروني عيسى بكري قال إن عملية تحريرهم التي استمرت أسبوعا أسفرت أيضا عن تدمير قاعدة الجماعة الموجودة في الجبال المحاذية لحدود نيجيريا والكاميرون. وأضاف بكري في مؤتمر صحفي: يتألف الرهائن المحررون في معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. إلى واحد من أهم الأخبار التي وردت في البي بي سي: تنظيف حديقة حيوانات دبي عقابا على قتل قطة. قالت التفاصيل إن حاكم دبي أصدر قرارا يقضي بأن ينظف 3 أشخاص حديقة الحيوانات في المدينة لمدة 4 ساعات يوميا طوال 3 أشهر عقابا لهم على قيامهم بقتل قطة. وجاء في بيان صادر عن حكومة الإمارة أن محمد بن راشد المكتوم أصدر قراره جزاء لما اقترفه هؤلاء المستهترون من جرم يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية ولما تضمنه هذا الفعل الوحشي من قسوة تخالف قيمنا وتعاليم ديننا. وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الأشخاص 3 وهم مواطن خليجي واثنان أسيويان بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 3 وهم يقدمون قطة حية في قفص لكلبين في قفص مفتوح لينهشاها.
الكاتب علي محمد فخرو قال في مقال نشره في صحيفة الخليج الإماراتية إن الإنسان يستطيع إفقار الحياة وذلك بتغييبه للسياسة، وتابع: بعدما حدث لحركات وثورات الربيع العربي من مؤامرات وانتكاسات وثورات مضادة ومن ثم حرفها عن شعاراتها الكبرى، يشعر الإنسان بأن هناك رغبات ظاهرة وخفية لإماتة السياسة في كل بلاد العرب، ما عاد الهدف يقتصر على الفكر السياسي، وذلك من خلال الإصرار الدائم على موت الأيديولوجيات والأهداف الكبرى واستبدالها بالدعوة إلى اختزال الفكر السياسي في شعارات صغيرة تهدف إلى تحقيق أهداف صغيرة من أجل تغيير واقع المجتمعات بجرعات وعناوين هي الأخرى صغيرة. أي نظام سياسي لن يكون شرعيا ومقبولا إلا إذا قام على توافق بين مجتمع وسلطة دولة، والمجتمع لا يمكن أن يسهم من خلال كل فرد، فهذا غير ممكن عمليا، ولكنه يسهم من خلال مؤسسات مثل التنظيمات السياسية المدنية ووسائل الإعلام الحرة المستقلة الموضوعية والمجالس النيابية المنتخبة التي تعبر عن مشاعر ومطالب من انتخبوها. نحن الآن بين أمرين، فإما أن نسلك طريق إنضاج السياسة والسمو بممارستها، وذلك بتصويب أخطائها من خلال تحكيم القانون العادل المنصف، وإما أن نسلك طريق إماتتها عن طريق القوانين الجائرة واستعمال القوة المفرطة. عند ذلك لن نحصد إلا الندم والبكاء على ملك لم نحافظ عليه كبشر عاقلين، فموت السياسة هو أقصر طريق لموت المجتمعات والدول، والتأريخ يشهد على ذلك. وثقت صحيفة الإمارات اليوم بالصور محاولة الآلاف من الأشخاص ركوب القطار في رحلة محفوفة بالمخاطر يوميا في بنغلاديش للوصول إلى منازلهم، ويصل عدد الأشخاص الذين يتسلقون سطح القطار إلى 2000 شخص في ساعات الذروة صباحا ومساء. نتابع: بهذه المجموعة من الصور والصحف لهذا اليوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.